خلونا ننتقل ل فيديو آخر. نزلاء أحد الفنادق بسريلانكا استيقظوا على صوت حركة غريبة داخل ردوهات الفندق، ليتفاجئوا بنزيل جديد عم يتجول بالمكان. بس مين هو ترى؟ هالزائر هو فيل ضخم حاب انه يغير جو ويعمل ريلاكس شوي يعني، وياخذ غرفة بالفندق ليرفه عن حاله فيها. خلينا نتابع. بعد انتشار هالفيديو بشكل واسع جدا على منصات التواصل، تبين انه هالفيل هو نزيل قديم بالفندق ويدعى ناتاكوتا. بيجي للفندق كل فتره وفتره لما بيمل من محيطه، وبيحب انه يزور الاشخاص الموجودين، وهو ما بيكسر اي قطعه موجوده بهالفندق لانه له ذكرى خاصه معه، ودائما العاملين بالفندق بيرحبوا فيه وبيحاولوا انهم يقدموا له الطعام ايضا. تخيل الواحد كان فايق نايم يلاقي فيل بوشه، يعني شو هالغرابه. وهون بيوضح انه هو فات على احد الغرف الموجوده، يعني اخذ رياحته ومكتر. طيب كمان لآخر أخبار التكنولوجيا والتحديثات الجديدة، نحن دائماً بنحب نشارككم فيها. أطلق تطبيق واتساب إصدار جديد لمستخدمي هواتف أندرويد، وهو إصدار تجريبي بيحتوي على ميزة الوضع الداكن، يعني هي الدارك مود. وتم إطلاق هاي الميزة نظراً لضرر ضوء الهواتف الذكية على العيون أثناء السهر، وخاصة بالأماكن المظلمة. عادة أغلبنا قبل ما ينام يفتح واتساب، يفتح فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ببلش يتصفح، وهذا الشيء بيعكس بطريقة سلبية على عيننا. هاي الميزة حاليا تجريبية على هواتف أندرويد، ولكن قريبا رح تكون متاحة لجميع المستخدمين بآي أو إس وأندرويد قريبا. وبعتقد هاي ميزة منيحة لأنه كلياتنا أكيد نعمل شاتينج قبل ما ننام، فمنيحة لعيوننا وبتريح. وخاصة في منهم يحكوا بالمخفي، ما بيحبوا حدا يشوفهم، بيعملوا دارك مود ويحكوا على راحتهم. طيب كمان خلينا ننتقل لواحد ايضا من الفيديوهات الطريفه اللي انتشرت على منصات التواصل، وهو مقطع فيديو لردة فعل طفله عم تتذوق المثلجات لاول مره بحياتها. ليش على هالفيديو منصات التواصل ويتصدر قائمه الاكثر انتشارا خلال الساعات الماضيه. خلينا نتابع. Quickly, let go. Let go. Let go. You gotta help him, Brittany.